فلوماركت فلوماركت 25 قطعة. إنكا هي يعني والله الناس. سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو بفيديو جديد. للأسف كنت بدي أصوركم اليوم على الإنستغرام بس تليفوني طفي لأنه في فكرة فيديو جديدة اليوم حبيت أسويها قبل ما نبلش الفيديو. حط أعجاب لأنه عم تنسوا كل مرة تحطوا لي أعجاب. ليش؟ طيب ما في، أعطيني سبب. حط أعجاب لو سمحت، اكتب لك 3-4 تعليقات يا أخي، الأحرف ببلاش هيك هيك، اكتب اكتب ريح قلبي، خليني أرضى عليكم شوي. أنا زعلان اليوم. جيت أنا على منطقة اسمها بات هومبورغ، تبعد تقريبا ساعة ونص عن مدينتي، والفكرة أنه فتحت اليوم محل بالي. إيه شلو فتحت محل بالي؟ يا سيدي عنا بيت كامل، في بيت رفيقتي هون، طلعنا الاغراض منه وحطينا الاغراض وين بالكراج ونشرنا على الانترنت انه في سوق بال اليوم للي بحب يشتري. والفكره الاحلى من هيك ورا الموضوع انه المصاري اللي ناس راح تدفعها راح تروح للاجئين باليونان بالمخيمات، وبالاخص الناس اللي ما عندهم سكن راح تروح لهم هاي المصاري مشان يحسنوا يستاجروا بيت فيها. فهلا راح اخذكم جوله هون على الكراج وفرجيكم بسطه البالي يلي فتحناها اليوم. يا اخي انت ما الكلام من الكلام. مبدئيا ها هي البسطه من برا، وهي رفيقتي عم بتجهز الاغراض. طبعا نحن فتحنا من تقريبا شي ساعتين واجوا كتير ناس اشتروا، وهلا ما ضل في كتير ناس، لهيك قلت اصور فيديو صغير. نبلش من هون بالاغراض. هاي هون عنا كتب، في كتير كتب، في كتب لسه مو مفتوحه، كتب كتير قديمة، في كتب طبعا عمرها تقريبا 50 و60 سنة. ليش؟ لأنه الأغراض هاي بترجع لجدة ونانتها لرفيقتي، هن توفوا الله يرحمهم ما عادوا موجودين، مشان هيك أغراض البيت أغلبها عم يبيعوها. يلي ضل من الأغراض أول شيء كان في بيع، بس حاليا يعني الأغراض هاي كلها ممكن تأخذها معاك ببلاش، أي شيء بدك إياه بتاخده ما بتدفع عليه، وإذا أنت بتحب تتبرع بمبلغ صغير. هذا هو صندوق المصاري، طبعا هاي هي مو الغلة، في عنا كمان شوف المصاري العب يا دولار. Amazing impossible، لازم نسوي شيء. شوف عشرات، يعني والله الناس تبرعوا منيح، يعني هذا كله الناس عطوه هيك ببلاش سكر مشان. وهاي هي المنظمة اللي راح يروح لها المصاري، هي منظمة Wish No Borders. وهون بلش لكم بقى شو الغراض. هاي عنا هون مدات، هاي كله على البلاش، شيل شيل يا معلم. هون اغراض مشان زرع، هون مثلا اغراض للخياطة، امايش يا معلم، امايش مشكل ملون، هاي الامايش الحلوة شغل سوق الصاغة، قماش مشكل ملون. هاي في شناتي عنا مثلا، كله شيل ببلاش يا معلم شيل. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، بس شيل بلوشي كله ببلاش. هاي عنا هون مثلا فساتين شغل الحجة نانتها لرفيقتي. في شغلات شوف والله في شغلات يعني مرتبة قديمة بس صح مرتبة. فرجيكم مثلا شغلات لجدة لرفيقتي مثل الجديد والله، يعني عم بفكر انا حتى اخده الي. يبقى نلبسه من البالي، البالي شغل البالي احلالي. انا زلمي طفران بدي اشتري اواعي من البالي. هاي هون الاغراض، هلا الاغراض شوف مثلا على هالجاكيت هذا ماي فريند، خلينا نطلعه شوف ماي فريند شي مرتب، ها يعني حتى على الكوية. هاي الماركة هون، يعني جده كان يلبس بس ماركات، يعني في شغلات ماركات مرتبة إيطالية وغيره. أفرجيكم من جوا. Guten Appetit. Danke. شكرا. شكرا شكرا. وهي كمان تابعة للمنظمة. هاي في بكذا لغة. شوف مكتوب مثلا بالعربي هون. اللي بيحب يقرأ ممكن يوقف الفيديو هون ويقرأ اللي مكتوب. للناس اللي كانت مثلا باليونان أو عندها فكرة عن الموضوع راح يعرفوا هاي المنظمة. وهون أنا هلا بقلب المستودع. هذا كراج سيارات تابع للبيت. هاي انا هون بالكراج، شايفين هون مثلا جبنا خيمه نصبناها قدام، هاي الخيمه هون نصبناها مشان نحط الاغراض برا. بس هو هذا مثل ما قلت كراج سيارات، هاي كل الالبسه، هاي لوحات فنيه، غراميات، وهذا الكراج. شوف ماي فريند العتقيات، شيء من 1900 وتنكه والله، بس انه في شغلات مرتبه حق يقال. مثلا شوف عندك للي بيحبوا هيك الشموع،
عندك علاقة شمع مشتت فعلي هي بيورو روح لحظة خلينا نتفع على شيء. اللي بيحب يشتري أي شيء أو أي شيء جاي على بالكم ببعث لكم إياها giveaway. نسوي giveaway للكل. مثلا عنا هون لوحات فنية، نشيل المزح على جنب، كل شيء لوحات فنية، كل شيء شغلات عم بتشوفوها أصلية 100%، لأنه قلت لكم العيلة اللي كانت عندها هاي الشغلات كانوا بس يشتروا الشغلات الأصلية ومن بلدانا، مثلا شي هولندا شي إيطاليا وألمانيا واللي هو. مثلا عنا هون كاسات، كاسات تبع استغفر الله، بس يعني فيها شغلات حلوة، مثلا هاي كل واحد يستخدمها للشو للحلويات والقصص هاي. خليني أقلب الكاميرا لورا مشان تشوفوا بقى الشغلات هيك مزبوط. شوف هون عنا مجوهرات، هاي أحلى. تعالي عليك لعنة آمون، لعنة آمون عليكم. فوكس ولا شو في عنا؟ هاي بدي أخذها أنا استعملها سكرية. خربناها. هاي وفك إلهي. هاي هي بدها تلزيق يمكن. هاي بدنا نحطها هيك سكرية بالبيت. هاي إن كاسات المنكر. اللي بيعرف لإيش هذا الشيء بيستخدم؟ شكله صيني كأنه ولا ما بعرف والله. هدول طبعا كاسات بيرة، هذا علم بايرن او الرمز تبع بايرن، ما بعرف ليش مغطى لا ادري. كمالة المنكر هون، والله راح فرجيكم احلى بضاعة موجودة عنا. ماي فريند انا ماي فريند. حرام يا جماعة، والله حرام هالجمال وهالدلع يندفن فريد كذي. يلعن ام الكماخة. اوكي نكمل. في عنا هون تحف وعتقيات كمان وأثريات. هاي بواط دزلج. هون زينة أعياد الميلاد موجودة كمان. هيك شغلات إذا بدك تبيعهم بالوطن العربي يعني بتقبض حقهم مصاري منيح، لأنه عتقيات يعني في محلات مثلا عنا عتقيات كانوا يبيعوهم بأسعار حلوة، فهون شيل ببلاش بلاش. في بتلاقي مثلا من هيك كتير عالم، في كتير عالم مثلا بس يغيروا بيتهم بيطلعوا كل أغراض البيت القديمة بيحطوها للهيك هدايا وبيشتروا بقى هن اغراض جديدة. شعب عنده عملة، نحن جماعة على باب الله يعني ما في فلوس. موجوع قلبي والتعب بي. طبعا هذا في ناس تقول لك دقة قديمة، هون اكتر شي دارج هيك الدقات القديمة. يعني شوف مثل هاي الاشياء، انا بتذكر نانتي الله يرحمها كانت تجمعهم تشتريهم تدفع عليهم منيح مصاري، كان يشتروهم من بيروت قبل. هاي الصحون انا بحب هذا الشكل بس لو ما فيهم لمعه كنت اخذتهم. هاي صحون اكل زوارق بس لونهم شوي بايخ. هاي هون عندنا مره تانية كمان كاسات. شوف موديلات العتقيات شيء رائع. هاي عندك هون كمان عتقيات. طبعا هذا ممكن تستخدمه انت مثلا للحليب مثلا او ل سكر اللي هو. لحظة، في شغلات قلن كتير استخدامات بس أنا ما بعرفهم. في شغلات عن جد بتطلع إنه هاي لإيش، بس يعني اللي بشوفه مثلا مثل علاقة مثلا، أنا بعرف إنه هاي علاقة. هذه العلاقة يتم بها تعليق الملابس. الله أكبر عليك. شاطر ولا مو شاطر؟ هذه مجموعة من العلاقات مثلا، هاي شغلة بفهم فيها. مثلا في عنا هون شغلات هاي مكتوب عليها مايوركا. شوف هون صي فوكا سوني يا حجة. هون فوكسي إلا عن، بس ما بعرف شو هاي يعني، بتزمر ما بتزمر. أوكي ما بعرف. في عنا هاي مزمار ما بزمر، أخص عليك. مايوركا طبعا هي جزيرة بإسبانيا، ها أفضل جزيرة بالنسبة للألمان بس بدهم يروحوا سياحة، وأكتر زوار واعتماد هاي الجزيرة بس على الألمان. يعني بتروح على الأوتيل كله بيحكي ألماني أصلا وأنت بإسبانيا، بس لأنه الألمان بيروحوا هناك والألمان معاهن الدولار. عنا كاميرات هون، كاميرات دي في دي. شوف سوني، شوف سوني يا زلمة شو قديمين. شوف عندك المواصفات ستدي شوت، يعني فيها هذا مانع للحركة. شوف هاي الميكروفونات، فيها تشغل فوكس، فيها أوتو فوكس، فيها فوكس عادي. هاي خلينا نتفحصها مع بعض. شوف هاي فيها الزوم، زوم إن زوم أوت، وهون بتحط شريط. كتير قريبة من كاميرات التلفزيون. هلا أنا الكاميرا اللي بستخدمها بالجامعة نفس تصميم هذا بس على كبير. هون كمان زر التشغيل، وهون بتتحكم كمان بكل شيء بالضبط مثل كاميرات التلفزيون وكاميرات الأفلام. هذا كان هو الموديل الأساسي بدك تقول. حلوة حبيتها. وهون بتحط البطارية، بس بطاريتها ما بعرف وين موجودة، رح أحاول أدور على البطارية. إذا موجودة رح أحاول أشغلها وفرجيكم شلون إذا بتشتغل أو لا.
لقيت البطارية، هاي هي، راح احاول اجربها شوف راح تشتغل. عم يسمعوني، عم بخرف هون لحالي. اوكي ما اشتغلت، هاي شكل البطارية بدها شحن. بس راح افرجيكم شغلة احلى اللي لقيتها، هاي اللي بيفهم هدول الكاميرات من اي سنة هدول يا ترى، اصلا شلون تستخدم ما بعرف، بس حلوة راح اخدها معي احطها بالاستوديو. خلينا نكمل الجولة. في عنا هون كمان شوية شغلات، شوف مثلا هاي، هاي اتوقع هو مسوية جد على ايده، هاي قنينة استغفر الله، ومسوي منه قطار. في لسه شغلة رائعة هلا شفتها، شوف ماي فريند، هذا بس للي بيعرف قيمته، مشغل الاقراص هذا، هذا هذا كتير غالي والناس حاطينه ببلاش، حاطينه ببلاش. والاحلى لسه من هيك في معه الكاسيتات تبعه، مو كاسيتات، الاقراص. هذا شوف الكميه، شوف كميه الاقراص، واو. هاي بيتهوفن، شوف قديش قديمه، جده بيحب الموسيقى الكلاسيكيه. شوف هالبوستر ما احلاها. هل تفكرون بما افكر فيه؟ ممكن ناخذ هاد ونحطه بالاستوديو، راح اخذه. عندنا هون كمان كتب قديمه، سيديات، ترايبود للكاميرا، حاسبه عندك هون، دولاب، بسكليت، حمايه تبع الزرد، شوف شوف ولا هي تبع مساج الاجرين. ايش في عندنا كمان؟ وهون في عندنا كمان جوله من الكتب، طبعا الكتب الجديده محطوطه برا، بس هي كتب قديمه انتيكة يا رجل. هاي تقومة الحليب مثل ما بنسميها. شوف هاي الشحاطة هولندية، هدول بيتصنعوا بهولندا، كتير مشهورات. أباقيب الخشب، اتوقع هيك بيكون غطينا كل شيء. هذا اتوقع كل شيء هون غطيناهن، هدول الألبسة وهون القماش وبس. ناقصنا مين؟ سكونات، مصاري، نطلع مصاري أكتر. السلام عليكم. السلام عليكم. ما في زبونات. فلوماك، فلوماكت 25 قطعة. انكا هي رفيقتي، سكننا انا وياها 3 سنين. بعرف السلام عليكم. بتعرفي عربي ممتاز. السلام عليكم. مثل ما شايفين بتحكي كثير منيح. انكا كانت بليسبوس، اذا حدا منكم كان بليسبوس ممكن شايفها. الو. هلا عم نسوي نحن استراحة لانه ما في زبونات، سكنت معي تقريبا 3 سنين، سكننا بسكن شبابي، ساعدتني كثير لما اجيت على المانيا وتعلمت اللغه، حكيت عنها بقصه من القصص، بس جيت اساعدها انا اليوم هون بهاي المدينه لنسوي هذا المشروع. يعني المصاري اللي جمعناها لحد الان تقريبا 100 دولار وهيك شيء، رايحه لمساعده نسوان باليونان. حبيت افرجيكم المشروع تبع اليوم، احنا قاعدين هلا باستراحتنا هون. هاي في قهوة وشاي هون، شاي مش كلاب دو هاس اوخ ان تي ولا ولا دازن سواي كان نانس باي دوس كافي. اوكي هاي 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 قهوة وشاي. ليش فخبزك شاي؟ هاي قهوة وتفاح مشان الاستراحة تبعنا، وحاليا خلص بدنا نروح نشرب قهوة ونضل باركين. إذا أجوز بونات أجوز بونات، ما أجوز بونات يبقى خلص، أجوز بونات أجوز بونات بس. فهذا كل شيء لليوم، حط إعجاب واشترك بالقناة، نشوفكم بالفيديو الجديد.